على جميع النادي الوداد الرياضي مع اتحاد طنجة مباراة كانت التعادل هذا في المثلي. قبل ما ناخذ الاسئله ديال الصحفيين هو خليك سي هلال دابا بغيو يعرفوا الارتسامات ديالك على المباراه. هو زعما الا كنتو الا كنا في الظلام يعني ما عطاونا اختيار باش ما نلعبوش هذه المباراه ونديو نقطه غادي نقبل في المجريات جو بونس ضيعنا النقاط كانوا عندنا سينو لو سيناريو هو اللي لم يكن منتظرا خروج بدر الدين بن عاشور في 10 دقائق الاولى ما كانش منتظر. جددنا الثقه مره اخرى في الحارس ازواغ ريان من أول 2007 يعني دارا كان تحت ثانوية واليوم أنا ترونتي لا كارونتي لا استكاك بطا سي با في يوروبي مي بون دارا مقابلة قوية تدخلت كانت حاسمة تنشجع الدفاع اللي كان محكما استثناء لي دو بوتون كيسي plus de
دوكا الاحتيال مازال تساعدناش باش تكون عندنا مرونه تكتيكيه اكثر. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجه المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربح الرياضه.